اهلا بيكم متابعي في الجول، وحوار مع كابتن مهاب ياسر العائد لنادي الزمالك والمنضم حديثا لنادي الزمالك في كرة السلة، والعائد بعد منحة في الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله على السلامة كابتن مهاب، ومنورنا في الجول. اهلا وسهلا، انا فرحان ان انا موجود معاكم. الله يسلمك. خلينا بقى نبدأ من البداية، من قبل ما ترجع الزمالك بعد السنة اللي فاتت الفوز ببطولة أفريقيا اللي هي البال، وقبلها دوري السوبر، جات لك منحة في الولايات المتحدة الأمريكية. احكي لنا تفاصيل وكواليس المنحة اللي انت رحتها قبل، يعني التفاصيل من البداية بقى كمان قبل ما تروح أمريكا، جات لك إزاي وإيه اللي خلاك تروح المنحة دي؟ قبل بطولة أفريقيا الكوتش أوليفر مدرب الجامعة بتاعي كان بيتابعني، ومدربين كلهم في الجامعة كانوا بيتابعوني. يعني كنت حاسس بريشر قبل البطولة شوية، إن كان لازم ألعب حلو عشان أفيد النادي وناخد البطولة، وفي نفس الوقت يجي لي أوفر من جامعة كويسة، هاي ميجر أو ميد ميجر. الحمد لله لعبت كويس بقى، قدمت أداء كويس وكسبنا الجوهرة السمراء، وأكتر وبرضه الدوري كملت في الدوري اكتر بكتير، هما كانوا بيتابعوني برضو. فالحمد لله جالي اوفر بعديها وسافرت امريكا بعد الدوري. طيب المنحه اللي في امريكا كانت 3 سنين، او انت قضيت اول سنه وجالك عرض من نادي الزمالك. خليني قبل ما اقول لك انت رجعت للزمالك تاني، السنه اللي انت لعبتها في امريكا، او الفتره اللي اقل من، ممكن تكون اقل من سنه بشويه، الفتره اللي انت لعبتها في امريكا، ايه الفرق من السله في مصر والسله في امريكا، وايه اللي انت استفدته في السنه دي كلها او في الفتره دي كلها؟ استفدت حاجتين، النظام وبرضه ان ازاي تمشي على النظام لاخر الوقت. ما ينفعش مثلا تكون اسبوع بتنام مثلا مده معينه وبعد كده تسيب نفسك، لا ما ينفعش، لازم دايما تبقى على نظام معين، وهم بيكتبوا لك وهم بيعرفوك ازاي تمشي على النظام دوت. فدي احسن حاجه، ده الفرق ما بين هنا ومن بره. كانت فتره صعبه في الاول علشان انا كنت جديد، كان اول مره اعيش في امريكا حوالي سنه، اولموست 1 يير لايك 11 شهر تقريبا او 12 شهر. فالموضوع كان صعب من غير اهلي، من غير صحابي، من غير الناس اللي بقعد معاهم دايما. بس اتطورت كتير، ويعني بشكر كل واحد سال عليا وكان بيدعمني حتى لو ما كانش معايا في امريكا. طيب ايه الحاجه بقى اللي في اللعبه نفسها استفدتها اكتر في امريكا، او عززتها او طورتها في نفسك اكتر في امريكا في السنه دي؟ انا قبل ما اسافر كنت لما بضيع مثلا كوره او بضيع 3 بوينت كنت بزعل، وموشن مثلا كنت لو اباد اتيتيود. بس لما سافرت هم طوروا في الموضوع دوت، ودايما كان كل يوم مش هممهم الباسكت، هم بس هممهم ان انا اغير الموضوع دوت. وفعلا شهرين او 3 شهور مبقاش في الموضوع ده خالص. طب تمام، خلينا بقى نشوف بقى كواليس عودتك مره ثانيه لنادي الزمالك. الزمالك دلوقتي بيستعد للمرحله النهائيه من البال، هو حامل لقب النسخه الاولى وبيستعد ان هو ينافس على لقب النسخه الثانيه في الايام المقبله. خلينا بقى تقول لي كواليس انت عودتك مره ثانيه لنادي الزمالك، وايه التفاصيل اللي حصلت في الفتره اللي فاتت عشان ترجع نادي الزمالك مره ثانيه. انا حوالي شهر كابتن احمد عادل كلمني تفاوض معايا لما كنت في امريكا، حاولت مع الجامعه اكتر من مره والحمد لله عرفت. بس هم قالوا لي لو انت هتلعب موضوع البول مش هينفع ترجع تاني، علشان انت بتمضي على الكونتراكت، فما ينفعش انت تمضي على الكونتراكت وتسافر تاني، دي ممنوعه، دي رولز هناك. ففضلت الزمالك عن موضوع احترافي، وان شاء الله نقدر نساعد الجماهير مره تانية باذن الله الجوهره السمراء. يعني انت كده مش هيبقى في ان انت مش هترجع تاني تكمل منحتك في امريكا، فلو جات لك الفرصه مره تانية كده خلاص انتهى؟ لا خلاص كده، دي كده لو احتراف ممكن بعدين، لكن جامعه لا. طب خلاص بقى انت رجعت للزمالك بعقد مدته 4 سنين، يعني ممكن تكون هي مده طويله، وانت بسم الله ما شاء الله لسه صغير في السن، ربنا يوفقك طبعا ان شاء الله. فطلعاتك ايه بقى في ال4 سنين اللي جايين دول تقدر تحاول مع الزمالك، وشايف انت هتقدر تحقق ايه في الفتره اللي جايه مع الزمالك في السله؟ طبعا في الفتره دي مركزين على موضوع بطوله افريقيا اكتر بكتير، علشان البطوله مش سهله خالص. في ناس كتير قوي فاكرين البطوله سهله، البطوله فيها فش فرق جامده زي السنه اللي فاتت، بالعكس شايف البطوله السنه دي اقوى، وناس مركزين ومدعمين محترفين كتير قوي. فان شاء الله نقدر ناخد البطوله الافريقيه ونقدر نختم الموسم باحسن حاجه احنا ممكن نقدر نعملها، ونفرح الجماهير، عشان احنا يعني يمكن السنه دي ما توجناش ببطولات، فان شاء الله باذن الله نفرح الجماهير ببطوله افريقيا. طب انت قلت ان السنه دي في اهتمام اكتر من فرق، وفي تدعيم اكتر من، حتى في فرق اكتر كمان شاركت عن النسخه اللي فاتت. شايف ايه المميز او ايه اللي يخلي الزمالك يقدر يفوز بيه، يعني يدعم الزمالك ان هو يفوز باللقب السنه دي للمره الثانيه تتوالي ويحافظ على لقبه من السنه اللي فاتت؟ طبعا احنا مدعمين ب4 محترفين، وان شاء الله عاصم وانا نسافر مع الفريق باذن الله.
وان شاء الله نقدر نفيد الفريق. انا شايف الفريق السنه دي اقوى يعني ومدعمين، وكمان لما الفريق يقدر يقعد مع بعض 3 سنين او 4 سنين مع بعض، يعني مثلا في لعيبه عمر هشام او اسلام سالم انا اسامه الناس دي بقى لها كتير قوي في الفريق، فالتجانس موجود اوريدي، فده يقدر يفرق مع الفريق الفتره الجايه كتير. تمام. طيب انتوا هتلعبوا تاني في رواندا، يعني تقريبا تجربه سابقه انتوا خلاص حافظتوا عليها في النسخه الاولانيه، شايف ان هي هتبقى نفس التجربه هتتكرر تاني مش هيبقى فيها اختلافات، ولا هتكون تجربه مختلفه تماما عن السنه اللي فاتت؟ هي تجربه مختلفه عشان المده قليله المره دي، هنقعد اسبوع، المره اللي فاتت قعدنا 28 او 29 يوم. مفيش حجر صحي الحمد لله، يعني موضوع حجر صحي المره اللي فاتت ده كان صعب جدا، لكن المره دي الموضوع سريع وان شاء الله نقدر نكسب البطوله باذن الله. المرحله الاولى او اللي هي كانت مجموعه النيل كان الزمالك هنا في مصر، الحضور الجماهيري وغيابه عن الزمالك في المرحله النهائيه يعني كان ليه طبعا تاثير، حضور جمهور الزمالك كان ليه تاثير كبير على اداء الزمالك في مرحله الدور الاول، في المرحله النهائيه بقى غياب الجمهور هل هيكون ليه تاثير عليكم ولا هتقدروا تعوضوا ده ازاي؟ طبعا انا كان نفسي العب وسط جمهور، بس هو الفاينل في رواندا ان شاء الله نقدر احنا نكون داعم لنفسنا ونقدر نعوض ده في الملعب، واكيد لو كسبنا البطوله الجمهور هيكون مبسوط بالكلام ده. طيب الاربعه المحترفين السنه اللي فاتت غير الاربعه المحترفين السنه دي، مش هقول لك قارن ما بينهم لان انت ممكن كمان ما لعبتش مع المحترفين الموسم الحالي، فمش هقول لك ايه قارن ما بينهم، شايف ايه الافضل، الزمالك احسن السنه دي بالمحترفين الجداد ولا الزمالك السنه اللي فاتت كان افضل بالمحترفين الموجودين سواء والدر هودج او الاسامي المختلفه اللي كانت موجوده؟ انا مش هقدر اقول لك ان ده مثلا السنه دي احسن او السنه اللي فاتت احسن، هو السنه دي ليها مميزات وعيوب والسنه اللي فاتت ليها مميزات وعيوب. زي السنه اللي فاتت احنا ما اتمرناش مع بعض كتير، فالتجانس جه متاخر، يعني لو انت اتفرجت على البطوله هتلاقي التجانس جه مثلا اخر ماتشين ثلاث ماتشات، لكن البطوله ديت انا شايف التجانس موجود من دلوقتي في التمارين وبنتمرن كل يوم مع بعضينا صبح وبالليل، فالموضوع اسهل شويه. وميزه السنه اللي فاتت التجانس المره دي سريع واحنا محضرين اوريدي لكل حاجه، فدي حاجه حلوه، دي حاجه في صالحنا. طب ده يساعد ان الزمالك يحقق البطوله بسهوله ولا برضو ممكن تلاقي في فريق بعينه تكونوا خايفين منه او شايفين ان الفريق ده هو المنافس الابرز للزمالك على لقب البال السنه دي؟ لا طبعا هو كل الفرق خايفين مننا احنا، يعني كل الفرق خايفين مننا احنا، حتى كذا لعيب بيكلمني لا انتوا فرقه جامده فرقه قويه، فبالعكس احنا طالما احنا بنتمرن ومع بعضينا مش خايفين وان شاء الله يعني الموضوع يكون سهل. تمام. طيب انت حققت لقب دوري السوبر المصري مرتين، البطولتين 2019 2021. تمام. ايه الاصعب بالنسبه لك وايه الاحلى بالنسبه لك؟ 2019 كانت اصعب بالنسبه لي عشان كنت صغير، كان عندي 15 او 16 سنه، فالموضوع كان صعب، كنت متنرفز، كنت متوتر، ما كانش عندي اكسبيرينس لهي دلوقتي. انا لسه صغير، بس موضوع 16 او 15 سنه ده كان صعب قوي بالنسبه لي، كان في جمهور كتير قوي في الصاله، بس الحمد لله قدرت ان انا اخد الموضوع دوت اللي هو مش نيجاتيف، لا اللي هو خدتها موضوع ايجابي. تمام. بس كانت احسن ب 2019، بس برضه 2021 طالما انت حرصت البطوله فالموضوع طبعا بتبقى انت يعني فخور بنفسك وفخور بفرقتك. طب 21 كانت ممكن تقول عليها ان هي يعني كانت بدايه بقى خلاص ان هي توهج مهاب ياسر، ولا كان شايف ان في حاجه بطوله ثانيه كانت افضل منها؟ لا انا شايف بطوله افريقيا احسن بطوله بالنسبه لي، مع ان انا ما كنتش كويس في اول الماتشات، بس ان انت تكون مش كويس وبعد كده تطور من نفسك دي منتاليتي، دي حاجه مش باسكت. فعشان كده انا كنت فخور بنفسي، وبطوله افريقيه يعني فرقت معايا كتير في شخصيتي وفي الملعب، وان شاء الله اقدر نحققها باذن الله مره ثانيه على التوالي.